Good day, my friends. How are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ أصدقائي، كيف بيعمل الكلب؟ تتذكروا؟ قلناها من قبل. The dog barks. يعني بينبح. الأغنية بتقول Lovely animals. طلعوا على الشاشة. Woof woof woof. My dog barks. Woof woof woof. Moo moo moo. My cow goes moo moo moo. Quack quack quack. My dog goes quack quack quack. Meow meow meow. مين بيعمل هيك؟ Meow meow meow. My all what my cat says is meow meow meow. فإذا عندي أنا dog كلب، عندي cow بقرة، عندي duck بطة، وكات هرة أو قطة. الدوغ بيعمل ووف، الكاو بتعمل مو، الدوغ كوك، وعند الكات مياو. منكمل سكويك سكويك سكويك. مين بيعمل هيك؟ Oh, that's my little mouse. Tweet tweet tweet, and that's my lovely bird. These are the sounds that the animals make. هودي الأصوات اللي بيعملون الحيوانات. The horse goes neigh neigh neigh. مين؟ الحصان. The horse. The sheep goes ma ma ma. Sheep خروف. The snake الأفعى goes هيك بتعمل. The bee goes buzz buzz buzz, and people say بلا بلا بلا. شو رأيكم نسمعها مع بعض؟ خلينا نسمعها وأنا برجع لكم بعد شوي. ووف ووف. Woof woof woof, my dog barks, woof woof woof. Moo moo moo, my cow goes, moo moo moo. Quack quack quack, my dog goes, quack quack quack. Meow meow meow, my cat says, meow meow meow. Squeak squeak squeak, oh that's my little mouse. Tweet tweet tweet, and that's my lovely bird. These are the sounds that the animals make. The horse goes neigh, neigh, neigh. The sheep goes ma, ma, ma. The snake goes hiss, hiss, hiss. The bee goes buzz, buzz, buzz. And the people say blah, blah, blah. أصدقائي إجا الوقت لحتى نكمل القسم الثاني من النص. تعوا نعمل سيركل على بعض الكلمات يلي بدنا نتهجيها بالأول. favorite green everything. عندي vegetables funny winter soup summer pizza most different toppings chicken barbecue actually right هون عندي hobby reading maybe next او عندي هون bring idea. خلونا نبلش اصدقائي. عندي هيدي الكلمه مرقت معنا قبل. favorite silent e. favorite يعني مفضل. عندي هون gr e n green double e e green. هيدي الكلمة بدي أقسمها قسمين. every
thing. Everything. Thing, شيء. Every يعني كل شيء. Everything. والومن بعده. Everything. Very good. هون عندي. Vegetables. Vegetables. هون الإي حسبوها كأنه مش موجودة. Vegetables. Vegetables. والهو وراي. Vegetables. هون عندي ف آ. Short sound U بقلها آ مثل umbrella. Funny. الواي لفستة إي. Funny. Funny. That's so funny. يعني هيدا كتير مضحك. أو يخلينا نبتسم ونفرح. هون عندي winter. Winter. الشتاء. دغري بتعرفوا winter فصل الشتاء. وشو هو فصل الصيف؟ summer. Winter summer. هون عندي س. احنا قلنا قبل انه الاول يو شو بنلفظها؟ او soap. في يقول soap؟ ما بتزبط. قول soup. Soup. It's a special word. انتبهوا بهيدي الكلمة عم علمها ما بنلفظ او او soup. هون عندي س ا سامر. سامر فصل الصيف. Most. 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 Pizza. Pizza. Most. Pizza. هون الكلمة رح أقسمها different. 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 هون عندي toppings. Toppings. Toppings هن يلي منحطهن على الأكل من فوق على الطبقة العليا مثل البيتزا بحط عليها من فوق أوقات chicken في يحط عليها قطع دجاج. Toppings يعني على الطبقة الأعلى. Toppings. هون عندي ch 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 chicken. Chicken. سي والكي مع بعض بالفزن ك. Chicken. Barbecue. 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 يو عندي يو اي بالاول في يو بلفظ اليو تو فاولز بلفظ يلي يعني بتسبق بالاول وبشيل الاي ما بلفظها. باربيكيو. تشيكن باربيكيو هو شواء الدجاج لما نشوي دجاج وناكل نحن بنحطهم على الفحم وبنشويهم. هون عندي It's a special word. اكتبوا منيح. شوفوا كيف رح ألفظها. Actually. Actually. هون لفظت تش. تش. كأنه عندي CH. Actually. عدوى من وراي. Actually. هون عندي right. ره I. جي والH هون ما بنفظون. Right. كأنه silent. مش موجودين. Right. هاي مرقت معنا قبل الكلمة. Hobby. E. Hobby. هون عندي اثنين vowels. شو بلفوز؟ أول وحدة E هي اللي سبقت. Read. Reading. Ink. Reading. هون عندي الكلمة رح أقسمها قسمين. مه أي مي. واي بلفظي. مي بي. Maybe. يعني ممكن يمكن. Maybe. هون نه أ مثل أج. Next. 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 Next يعني اللي بعده. Next time يعني المرة اللي بعدها المرة القادمة. بر. Bring. Ing. Bring. Bring. وآخر كلمة هون عندي idea. 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 هون عندي اثنين vowels حد بعض. بس هيدي It's a special word. ما تنسوا idea يعني فكرة. بلفظ الإي والأ مثل أبل. Idea. 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 خلينا هلأ نقرأ الناس مع بعض. بات عم بيقول كمل
احنا وقفنا هديك المرة كانوا عم يحكوا عن اللون المفضل. قال رافي my favorite color is blue، يعني رافي لونه المفضل هو بلو، اللون الأزرق. بريت بات بيقول my favorite color، favorite my favorite color is green، شو لونه المفضل تبع بات؟ أخضر مش أزرق، أخضر. my favorite color is green. I like everything that is green. أنا بحب كل شيء لونه أخضر لأنه لونه المفضل أخضر. That's why I like vegetables. كرمال هيك أنا بحب الخضار لأنه لونه أخضر. Vegetables too. فإذا my favorite color is green. I like everything that is green. That's why I like vegetables too. برد رافي بيقول That's so funny. What's your favorite food? شو أكلتك المفضلة؟ شو أكلك المفضل؟ سألوا رافي. عم بجاوب بات in winter يعني بفصل الشتاء. I love to have vegetable soup. شو بحب هو؟ سوب يعني شوربة، شوربة بس فيها خضار، هو بحبها بفصل الشتاء. In summer بفصل الصيف بحب شي تاني. What I like to have most is pizza. أكتر شي بحب يأكل بالصيف هو بيتزا with different vegetable toppings، وعليها من فوق خضار مختلفة على الطبقة العليا، يعني على طول هو بحب يكون في شي أخضر. بالشتاء بياخد vegetable soup وبالصيف بياخد بيتزا with different vegetable toppings. What about you? What about you? عم يسأل رافي. My favorite food is chicken barbecue. رافي ما بحب الخضار، شو بحب أكتر شي؟ chicken barbecue. My favorite food is chicken barbecue. And that's for all the seasons. وبكل الفصول صيفا شتاءا بحب chicken barbecue. And that's for all، هون لفظت O لأنه في وراها double L، all the seasons فصول، seasons فصول. Actually I wish I had some right now. وبالحقيقة هو بيتمنى لو عنده هلأ chicken barbecue هلأ يأكل منهم. But that's funny. هيدا شي مضحك. That's funny. رافي بيقله بيسأله Do you have any other hobby? Do you have any other hobby? عم يسأله رافي في شي هواية تانية بتحبها يا بات؟ I like books too. أنا بحب الكتب كمان. I like books too. I love reading. What about you? I love reading. أنا بحب القراءة. ماذا عنك؟ رافي I like reading too. كمان رافي بحب القراءة. Maybe the next time we come to the park. يمكن ربما بالمرة الجاية اللي بيجوا فيها على المنتزه we both bring our favorite books and read to each other. فينا تنيناتنا both تنيناتنا bring our our favorite books and read to each other ونقرأ لبعض. It's a great idea. هيدي فكرة عظيمة. It's a great idea. فإذا طلعوا بات ورافي اثنيناتهم بحبوا الكتب وبحبوا يقروا، وقرروا بالمرة القادمة شو يعملوا؟ قرروا يجوا ويجيبوا كتبهم المفضلة ويقروا لبعض. مين بحب القراءة؟ أنا بحب القراءة. القراءة هواية كتير مهمة لأنه لما نقرأ منتثقف أكتر، منصير نعرف معلومات أكتر، ومنتدرب أكتر على تهجئة كيف نتهجأ ونقرأ الكلمات مثل ما أنا وياكم هلأ عم نعمل. أصدقائي الحلوين خلونا هلأ نتوقف ونحضر الفيديو مع بعض. انتبهوا وشوفوا على أسفل الشاشة كيف عم ينكتبوا الكلمات وجربوا تتهجون كمان.
انا برجع لكم بعد شوي. Pat and Rafi at the park. Pat and Rafi are neighbors. They go to the same school. Pat is in grade 2 and Rafi is in grade 1. Last Saturday, Pat and Rafi met each other at the park across their building. Hello, Rafi. How are you? Fine, Pat. Thanks. How are you doing? I'm okay. I am here with my mom to watch the birds. Bird watching is our hobby. What about you? Oh, well, my hobby is painting. I come to the park to look at the trees and try to draw and paint. That's why I have all my painting tools with me. Wow, that's so interesting. What's your favorite color? Blue. My favorite color is blue. My favorite color is green. I like everything that is green. That's why I like vegetables too. That's so funny. What's your favorite food? In winter, I love to have vegetable soup. In summer, what I like to have most is pizza with different vegetable toppings. What about you? My favorite food is chicken barbecue, and that's for all the seasons. Actually, I wish I had some right now. That's funny. Do you have any other hobbies? I like books too. I love reading. What about you? I like reading too. Maybe the next time we come to the park, we both bring our favorite books and read to each other. It's a great idea. هلا أصدقائي، عنا لعبة كتير حلوة بدنا نعملها سوا. طلعوا شوفوا شو عندي على البورد. عندي بازل، وبهيدي البازل في عندي أنا 6 كلمات بدي احذرهم وبدي جرب لاقيهم وحطهم بالبازل لحتى تكمل البازل كله. تعالوا نبلش بأول 3 كلمات. vertical يعني بالطول. عندي number 1، عندي number 2، وعندي number 3. بلش أول number to like more يعني حب أكتر، فضل شي على شي. شو بقول الكلمة بالإنجليش؟ prefer يعني بفضل. to like more. prefer. نكمل. to something put on top of food، شي بينحط على طبقة العليا من الأكل. شو بقول له؟ to on top of food ببلش بتوب. topping. خلينا نجرب اذا بتزبط. topping. topping. topping.
كمل. What you like to do in your free time؟ شغلة بتحب أو بتحبي تعمليها أمتين بوقت الفراغ تبعكن؟ شو بنقلها؟ هواية. هوبي. خلينا نجرب هوبي. HOBBY. هوبي. هلا بدي اروح بالعرض عند 1 2 3. اول كلمه what you like most. what you like most يعني اكثر شيء بتحبه. بتبلش الكلمه باللتر F. شو بقول؟ افضل شيء عندي. قول افضل اكله عندي. my favorite food. فاذا favorite. زبطت. كمل. someone who lives next door. حدا بعيش حدك او حدك. شو بقول له؟ جار. neighbor. خليني جرب اذا بتزبط. neighbor. زبطت. neighbor. وزبطت ال H محلها. كمل هلا نمبر 3. food cooked outside on fire. اكل عم ناكله برا ومنحطه على نار ومنشويه. شو منقول؟ باربيكيو. بتزبط؟ خلينا نجرب. باربيكيو. زبطت. B-A-R. هيدي R. B-E-C-U-E. باربيكيو. فإذا زبطوا الكلمات. to like more, prefer something put on top of food. topping. what you like to do in your free time, hobby. what you like most, favorite. someone who lives next door, neighbor. food cooked outside on fire, barbecue. excellent أصدقائي. هلا عنا بعد آخر تمرين بدنا نعمله مع بعض لحتى نتذكر شو قرينا بقلب النص. بيقول التمرين complete the sentences يعني أكمل الجمل. Pat and Rafi are in the same. هن بقلب نفس المدرسة. In the same school. حط school. Pat is in grade. مين يلي بgrade 2؟ Pat أو Rafi؟ Pat. Pat is in grade 2 and Rafi is in grade 1. Pat and his mom enjoy. شو بيستمتعوا Pat وأمه؟ شو الهابي تبعهم؟ Bird watching. enjoy. bird watching. in winter Pat likes to eat. شو بحب ياكل Pat بالشتاء؟ vegetable soup. in summer he likes to eat pizza. إذن Pat and Rafi are in the same school. Pat is in grade 2 and Rafi is in grade 1. Pat and his mom enjoy bird watching. In winter, Pat likes to eat vegetable soup. In summer, he likes to eat pizza. عرفتون أصدقائي؟ نحن قرينا النص مع بعض وحضرني ولازم هلأ تكونوا قادرين تحلوا هودي الأسئلة. وما تنسوا معنا كل كلمة أخذناها وحطيناها بالبازل. prefer يفضل. topping أو toppings هن يلي منحطهم على الطبقة العليا من الأكل. hobby هواية. favorite مفضل. neighbor جار. barbecue يعني شواء. chicken barbecue لما نشوي دجاج. اكتبون على الدفتر عندكم وتدربوا عليهم. أصدقائي هلأ خلص وقتنا. بديكم ترجعوا تعملوا مراجعة على كل شي درسنا سوا. مد مقبلة. باي.
neighbor. Building. Barbecue. Pizza toppings. Woof woof woof, my dog barks, woof woof woof. Moo moo moo, my cow goes, moo moo moo. Quack quack quack, my duck goes, quack quack quack. Meow meow meow, my cat says, meow meow meow. Squeak squeak squeak, oh that's my little mouse. Tweet tweet tweet, and that's my lovely bird. These are the sounds that the animals make. The horse goes neigh, neigh, neigh. The sheep goes ma, ma, ma. The snake goes hiss, hiss, hiss. The bee goes buzz, buzz, buzz. And the people say blah, blah, blah.